ذات. والحقيقه النهارده قال لنا يعني على خبر يمكن حصري اول مره نعرفه، الخطه اللي تم وضعها يعني لتطوير الرياضه بشكل عام حتى 2025، وقالوا انه طبعا هيتم الاعلان عنها قريبا. والحقيقه احنا منتظرينها ومتشوقين، لان شركه استادات زي ما قلنا لحضراتكم شركه ولدت عملاقه واكيد بتشتغل في الدور الوطني. يعني استاذ جمال، يعني تعليق حضرتك عن الكلام ده، وتعليق حضرتك عن قبل طبعا ما نجاوب على سؤال ساره، بس طبعا مهم ان احنا نعلق على كلمه المهندس سيف الوزيري. اتفضل. يعني برضو كلام المهندس سيف الوزيري اللي هو انا بشوف ان هو ما قل ودل، بمعنى صح ان هو كلام زي ما زي نفس الكلمه اللي قالها، الستايل بتاع الكلمه اللي هو القاها ككلمه رسميه، كلام في ايجاز جدا محدد، يمكن عشان هو رجل شارب يعني شويه في يعني في كطبيعه عمل، كمان اعتقد ان هو ما بي يعني كشخصيه ممكن ما بيحبش يوعد الا بما يحدث. يعني هو بيدي فكره عامه انه خلال لغايه 2025 هناك خطه طموحه ومتزايده تكمل ما بدأته استادات خلال الفتره الماضيه. يعني بدأت في استثمار وتطوير استادات كتيره جدا في مناطق، في محافظات، عواصم المحافظات، ومجموعه انديه سيتي كلوب كمان بالظبط. ما هي كل مثلا استاد بنها، استاد شبين الكوم، استاد كذا، كل دول كانوا بيعانوا من العجز، من يعني يعجزوا، يعني محتاجين تطوير. يعني عايزين تطوير طبعا. ليه؟ لانه الاماكن دي اماكن خدميه. كمان عجبني انه الكلام هو البعد الاجتماعي، مش فقط الرياضه، مش فقط بناء العضلات، صحيح، لا بناء اجتماعي وثقافي، ثقافي واجتماعي. عايزه اجابه السؤال برضه سعيد اللي هو ايه، كنا بنتكلم على كلمه الدكتور اشرف صبحي ان هو كان بيتكلم انه بالعكس في اهتمام من الدوله المصريه كبيره بمنطقه صعيد مصر، على عكس الادعاءات او اللي كنا بنشوفها انه في اهمال للمنطقه دي، ويعني العكس شفناه النهارده بالظبط. هو طبعا صعيد مصر في قلب مصر، لازم اولا نتفق على هذا، واللي يقول كده من الناس المغرضين هو بيحاول يزرع جذور خلاف بين المصريين، وده غير وارد ولن يحدث بإذن الله. ولما بيكون الصعيد بيعاني بيبقى الوجه البحري بيعاني، خلي بالكم. يعني ما يعني انا واحد من القاهرة الكبرى او انتمي الى جنوب الدلتا، محافظة القليوبية، فممكن جدا هي نفس المحافظة تعاني من مشاكل قريبة جدا من مشاكل الصعيد ومشاكل الوجه البحري اللي هي المناطق الساحلية. إنما في النهاية الدولة المصرية تنبهت إلى هذا، وده شيء ممتاز، خصوصا بعد ما تعرض المجتمع المصري كله تعرض لمرحلة إهمال وفوضى وتخريب وكلام من ده، فبدأ الخطة العامة اللي هي خطة الدولة، لدرجة أنه بدأ التوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة. يعني إذن في إنشاء لمشروعات جديدة، في تطوير لمشروعات قائمة تعاني من الإهمال، وده شيء كويس، صحيح. فإذن الخطة ماشية بجميع أفرعها، وده شيء كويس قوي، يعني يطمننا كلنا على أن الأمور، يعني حضرتك زي ما قلت في بداية لقائنا أستاذ جمال أن اختيار المكان صعيد مصر ما كانش صدفه، لا انه مقصود، عبقريه اختيار المكان. والله واللي بيفتح الباب، خلي بال حضرتك طبعا، خلي بال حضرتك نقطه مهمه جدا جدا، ان الرياضه هي مرآه الشعوب. يعني انا لما انشئ يعني الاهلي الاقصر، يعني بشجع شركات عملاقه بالظبط تيجي تستثمر في الصعيد، وشباب الشباب هم مستقبل مصر بالظبط، وفرص يعني عمل وي وي وي. يعني قصدي اقول لحضرتك انه رساله واضحه من الدوله المصريه طبعًا، ان صعيد مصر هو محط اهتمام، وزي ما حضرتك قلت صعيد مصر هو قلب مصر. طبعا طبعا صعيد مصر عمره ما كان مهمش. ما انا عشان كده بطمن الناس، ايه اخواننا الصعايده اكيد سامعين وعارفين انه مش بس انتوا احيانا كنتوا بتعانوا من الاهمال، صحيح، لا مصر كلها كانت في فترات معينه بتعاني من الاهمال، بس لما الدوله النهارده تنظر بعين الاهتمام والتقدير للكل، فده شيء أكثر من رائع من وجهة نظري، وما أعتقدش إن في عليه خلاف. اللي بيحاولوا بقى يبثوا الخلاف
يوجدوا الفرقة والكلام ده مش هيخلص، ما هم موجودين على طول، اللي هم احنا بنسميهم أعداء النجاح. كل ما أنت بتشتغلي طبعاً فهتلاقي ناس بتحاربك وبتشكك في نجاحاتك، زي ما تكون أنت في شغلك أو أنا في شغلي أو الكابتن هيثم في شغله بيتعرض لمحاولات للقضاء عليه أو لإيقافه أو لتأثير على عمله. في النهاية وعدم الالتفات لكلام الناس دي هو في حد ذاته نجاح طبعا، لأن أنت بتحاول يعني يحصل تشويش عليك. مش احنا مع أنه يا كابتن هيثم مش سهل، يعني مش سهل صحيح. ان اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي ده ان انت بالزبط. طول الوقت بتتعرض للضغوطات دي وانت مكمل والتجاهل ده برضه بيبقى مش سهل. لسه حاجه يا ساره، انه في واجه شبه كبير بين ما يحدث او ما يتعرض له النادي الاهلي وما تتعرض له مصر بشكل عام بالزبط. ومع ذلك مصر بترد على ارض الواقع، الاهلي بيرد على ارض الواقع. لازم كل فرد فينا يبقى فخور بانه في حاجه كويسه جدا بتحصل، ممكن تاخد بعض الوقت لان في حاجات كتير جدا صحيح. وملفات كتيره جدا اهملت لفترات طويله. ان شاء الله انا شايف انه ده ممكن يبقى يعني شيء رائع في واحنا يمكن حاسينه برضه. ما انا بقول لحضراتكم لما تعملوا زياره للانديه اللي تولت او الاستادات اللي تولت شركه السادات تطويرها وادارتها، لا في فرق وفي حتى إقبال من أهالي هذه المدن على العضويات وعلى المشاركة في أنشطة هذه الأندية.